مرحبا بكم متابعينا الأوفياء. موضوعنا اليوم هل نزول الدورة مرتين بالشهر من علامة حدوث الحمل؟ المرأة أحيانا تبقى قلقة بهدف حدوث الحمل لديها وتبقى متسائلة عن موعد حدوثه، فقد تعاني من نزول الدورة الشهرية لمرتين في الشهر، وقد تظن أن الحمل قد يظهر عليها بعد نزول الدورة لمرتين. هناك الكثير من الأسباب التي تؤدي إلى نزول الدورة الشهرية مرتين في الشهر، فقد تكون المرأة تعاني من حالة وجود تكيس على المبايض، وهذا يعتبر السبب الأساسي لنزول الدورة الشهرية لمرتين، وأحيانا لأكثر من يومين خلال الشهر الواحد. ومن المعروف أن تكيس المبايض تشكل خطر على الصحة الإنجابية، لذلك لابد من علاج هذه الأكياس بأقرب وقت ممكن. أيضا قد تكون المرأة تعاني من بعض الاضطرابات الهرمونية، وهذه الاضطرابات قد تسبب بشكل أو بآخر عدم انتظام الدورة الشهرية ونزولها لمرتين أو أكثر في نفس الشهر. ومن ناحية أخرى لا يمكننا أن ننسى الأسباب النفسية التي قد تسبب من ناحية إلى أخرى بعدم انتظام تام ومطلق في الدورة الشهرية، وخصوصا حالات الكآبة المستمرة والإرهاق الدائم، فكلها أسباب تؤدي بشكل أو بآخر إلى اضطرابات هرمونية شديدة، وبالتالي تسبب عدم انتظام تام ومطلق في الدورة الشهرية. كذلك خلال فترة الحمل قد تمر بعض النساء بدورة شهرية غير منتظمة، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، كما أن حدوث ما يشبه بالبقع الدموية شائع جدا أثناء الحمل، ويكون ذلك لعدة أسباب، ومن بينها الحمل خارج الرحم والذي قد يسبب نزيفا غير منتظم خاصة في الأشهر الأولى. كي تتمكني من معرفة مواعيد حدوث الحمل لديك، عليك معرفة مواعيد التبويض بصورة دقيقة، ومعرفة أيام التبويض التي تعتمد بشكل أساسي على الدورة الشهرية، ولأن ذلك أمر ضروري بهدف ضمان حدوث الحمل، لأن عدم انتظام الدورة الشهرية على موعد محدد أو عدم التمكن من معرفة أيام التبويض سوف يجعل الحمل أمر صعب إلى حد ما. ومن المعروف أنه بمجرد حدوث الحمل يتوقف الحيض تماما، ولكن هناك بعض الحالات والمعروفة باسم الحمل الغزلاني، والسيدة في هذه الحالة قد تعاني من قطرات الدم أثناء الحمل. بالإضافة إلى ذلك يحدث النزيف أثناء الحمل في وقت مختلف عن فترات الحيض العادية، وفي حال واجهت المرأة هذه الأعراض عليها التوجه إلى الطبيب فورا لإجراء فحص بالموجات فوق الصوتية وتشخيص الحالة الصحية بشكل صحيح.